يودي أن لا تقتصر هذه المناسبة يعني تاريخ 8 مارس من كل عام على مقاربة احتفالية. بيودي لو تتحول هذه المناسبة في كل سنة إلى فرصة لتقييم الأوضاع سواء كان على مستوى القانوني يعني إلى أين وصلنا فيما يتعلق بالنصوص القانونية المنظمة لحقوق المرأة بشكل عام ولحضورها في الفضاء العام وفي النشاط السياسي بشكل خاص، وأن يكون هذا التاريخ كذلك فرصة لتقديم خطة عمل بالنسبة للسنة الجارية أو الموالية، خطة عمل سواء كان على مستوى التشريعي أو القانوني لكن ربما الأهم على مستوى الميداني، باعتبار أن الجميع يدرك الهوة أحياناً بين النصوص وبين الواقع الميداني. أوضاع بالنسبة للمرأة في مشاركتها في الشكل العام بالنسبة لمبدأ المساواة بينها وبين الرجل لم تنطلق من 2011، بل تجد جذورها في دولة الاستقلال باعتبار لا فقط الدستور الاجتماعي لتونس وهو مجلة الأحوال الشخصية، لكن كذلك دستورها السياسي والإطار القانوني للمشاركة في الحياة السياسية، سواء كان بالنسبة لقانون 1957 الذي مكن المرأة لأول مرة من المشاركة، وكان ذلك بمناسبة الانتخابات البلدية وليس هذا من باب الصدفة. أول مشاركة للمرأة في الحياة السياسية أو أول مشاركتها في الانتخابات لم تكن مع انتخاب المجلس القومي التأسيسي، كانت مع الانتخابات البلدية. أود أن أؤكد على الأهمية القصوى للانتخابات البلدية لأن الشروع في تمكين المرأة من قدرات للمشاركة في الحياة العامة، فتح فضاءات ودفع المرأة إلى المشاركة في الحياة العامة يبدأ من القاعدة، يبدأ من المستوى المحلي. الجميع يعلم في تونس وفي غير تونس أن الانتخابات المحلية هي الفرصة الأولى لتمكين المرأة وغيرها، يعني المسألة تطرح كذلك بالنسبة للشباب من هذه القدرات. التجربة السابقة اللي ماهيش جديدة، جاب مجالس جهوية مش تكون منتخبة بصورة مباشرة. تو احنا في إطار معناه تفعيل الدستور وعاملين مبدأ يعني مجالس بلدية على أساس مبدأ التناصف، ولكن هذا مش كافي، العدد ماهوش كافي، العدد هام باش يخلق الكتلة حرجة للنساء يعطيو تصوراتهم البديلة، ولكن المهم أنه نمشيو في النوعية في الكيفية، أنه تكون عندنا سياسات محلية، مخططات تنمية، مخططات استثمار بلدي، أنه تكون عندنا ميزانية محلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات النساء، خصوصيات الرجال، انتظارات النساء، مطالبهم، لأنه رؤيتنا للمدينة وللاحتياجات راهي ماهيش يونيفورم. هذه النقاط اللي مهم أنه تتطور، وهذيك اللي مش تخلق الفرق ما بين وضع النساء حاليا اللي نحبوه بطبيعة منتظر أنه يكون وضع النساء في مراكز صنع القرار فعلا، وهذايا يتجسد من حيث العدد ومن حيث أيضا صياغة السياسات تجسد المساواة الفعلية وتجسد مبدأ الفرص ما بين نساء ورجال، ونقطع مع هك الحضور الصوري لتلميع الصورة مثلا اللي كان يميز حضور النساء خلال الخمس عقود متاع السابقة، لأن يظهر لي القطيعة تحدث بهذا الشكل. المرحلة هذه في تونس هي مرحلة